كل جمهورنا الحبيب وكل جمهور قناة الصحة والجمال، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم استوديو الحياة. معكم هاجر مهران. أحب قبل ما ابتدي حلقتنا النهاردة أحب أهني الشعب المصري كله بقدوم سنة 2021. يا رب تكون سنة سعيدة علينا كلنا وتعوضنا خير بالسنة السيئة. سنة 2020 طبعا كان سيئة علينا كلنا، وطبعا فقدنا ناس كتير عزيزة علينا وفقدنا ناس كنا بنحبهم، ويا رب يا رب يعوضنا خير بالسنة الجديدة دي. يا رب نرجع نحب بعض، يا رب نرجع نلم شمل بعض تاني من أول وجديد، عشان احنا افتقدنا حاجات كتير قوي 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 لازم نعوضها في سنة 2021 بإذن الله. طبعا النهاردة موضوع الحلقة عن إصابات اللي بتحصل داخل الملاعب. طبعا معانا دكتور إن شاء الله ان شاء الله معانا كده دكتور ان شاء الله هنستضيفه ان شاء الله بعد قليل، دكتور خالد عبيد متخصص في اصابات الملاعب وتاهيل اللاعبين بداخل الملاعب. طبعا في طبعا انتوا عارفين او كل جمهوري او متابعيني عارفين ان انا المدير التنفيذي الخاص بشؤون اللاعبين بنادي اهلي الضبع، تمام كده. فكنت بحاول ان انا اوصل رساله كده لاولياء الامور. طبعا كان في حاجات مضايقاني، خاف على مصلحه ابنك، ما تشتتش ابنك ولي الامر. النصيحه دي او رساله لولي الامر، اوعى تشتت ابنك، اوعى تقول له ان انت هو لسه ما عملش حاجه او ابتدى، قول له اتعلم كوره، تعلمها صح. اوعى تقول له ان انت محمد صلاح التاني، لازم تعلمه وتقول له انت لازم تبتدي من تحت، لازم تاخدها من تحت. ليه بقول لك الرساله دي؟ عشان في داخل القطاع يعني بصفه عامه عندي في لعيبه معلش مش مقدره المكان اللي ربنا حطها فيه. حافظ على المكان ده عشان ممكن ما تلاقيهوش، حافظ على الحاجه النعمه اللي ربنا اداها لك. لعيب الكوره لازم يجتهد ولازم يتعب ولازم يحافظ على كل حاجه هو بيعملها عشان يوصل لاهدافه. في اهداف كتير عايز يوصل لها، مشوار طويل لازم تمشيه، حلم لازم تحققه. نصيحه لكل ولي امر، قول لابنك انت كل ما يبقى كويس في حاجه ماشي حفزه وكل حاجه، بس قول له لسه بدري عليك عشان خاطر معلش انت كده هتدمره، مش هيبقى مؤهل لاي حاجه. لو عرف ان هو 100% استحاله ان هو ينمي نفسه او يطور نفسه. لو ما اخطاش مش هيعرف يظبط نفسه او يعيد حساباته تاني، لازم يخطا، لازم تقول له لا انت غلطت في كذا، تمام. ليه بقول الكلام ده كله؟ عندي لعيبه بتجيني بتقول لي يا كابتن انا عايزه اروح النادي الاهلي. طب النادي الاهلي او الزمالك او الانديه الكبيره اللي احنا عارفينها دي كلها، استحاله ان انت تدخل النادي ده الا لما تكون لاعب سوبر. يعني ايه لاعب سوبر؟ يعني لاعب سوبر يعني ما فيش كلام او ما فيش غلطه فيك. فلما تيجي تقول لي كده وتيجي كمان في مشكله بتواجهني بيقول لي انا كنت لاعب نادي الاهلي، انا كنت لاعب نادي المقاولين، انا كنت لاعب نادي طلائع الجيش مثلا. طب انت معلش مشوك ليه وجاي لي انا تقول لي الكلام ده ليه؟ هي دي النقطه اللي احنا بنقع فيها. لما يجي ولي امر بيقول لي انا عايز ادخل ابني الاهلي او الزمالك، لا لازم ياخدها من تحت. ليه؟ لو عمل اختبارات، لو اتعمل الموسم خلص واتعمل عليه اختبارات للاعب دوت ودخل عليه اختبارات الموسم اللي وراه وجي لاعب احسن منه في كبدني او مهاري، معلش هيشيله ابنك ويحطوا اللاعب اللي هو معلش هيضيف لهم. فانت ليه تحطمه؟ ليه تضيع مستقبله؟ وهيرجع تاني ياخدها من تحت. فنصيحه لكل ولي امر، ما تشتتش ابنك، قول له اتعلم، ما تقولش انا ابني عايز ابني يدخل الاهلي والزمالك وانبي والمقاولين، لا الكلام ده مرفوض. احنا اللي بنقيم اللاعب، الجهاز الفني جوه الملعب هو اللي بيقيم اللاعب، هو اللي بيقول له انت سوبر، انت مميز، انت عايز تتعلم، مش عيب ان انت تتعلم، تمام. وبرده في حاجه، ابنك مثلا في نادي وطالع له كارنيه وطالع له بيلعب دوريات، يجي يقول لك ايه انا ابني عايزه يتباع، عايزه يتسوق، انت اللي عاوزه، انا شايفه ان هو لاعب. يعني ولي الامر بيقيم اللاعب او بيقيم ابنه، تعملش اما انت بتقيم ابنك انت جايبه لنا ليه؟ يعني انت جايبه لنا ليه؟ جايبه ليه جوه القطاع؟ فروح سواقه انت، وانت قادر تسوقه او تبيعه روح بيعه انت. فاصبح ولي الامر هو الجهاز الفني دلوقتي، والموضوع ده شائع جدا ان ولي الامر يبقى جهاز فني هو اللي بيحدد مصير ابنه.
طب اما انت بتحدد مصير ابنك، لا خد ابنك انت بقى اتصرف فيه زي ما انت عاوز. تمام كده. تاني حاجه برضو، في حاجه برضو عايزه اتكلم فيها. في لعيبه بتبقى مستهتره بالتغذيه بتاعتها، وليه الامر زي ما بتهتم بحاجات مثلا خاصه بابنك، حاجه خاصه بعيد عن عن مثلا شغله في جوه الملعب، لا اهتم بتغذيته برضو. لازم التغذيه اهتم، بدل ما تقول له انت لا انت لازم مستواك اوديك انبي والزمالك، لا اهتم بتغذيته عشان البدن بتاعه يبقى متقدم، عشان البدن بتاعه يبقى متقدم، ينام بدري يصحى بدري، ياخد الـ الاكل السليم والصحي، ياخد عصاير فريش، ياخد الحاجات دي كلها. اساس لعيب الكوره هو النوم بدري والالتزام والتغذيه. لو الثلاث حاجات دول موجودين في لعيب الكوره، قسما بالله قسما بالله هيبقى احسن من محمد صلاح، وهيبقى احسن من لعيبه كتير. لو نام بدري والتغذيه وركز وفهم ان هو قدامه مشوار لازم يكمله، خلاص انسى ابنك ده، اعتمد كده ان هو ان شاء الله بعد ربنا ان شاء الله هيكون في مكان احسن من المكان اللي هو فيه. تمام كده. فدي رساله انا كنت بحب اوصلها كده لأولياء الامور. يا رب يا رب تكونوا فهمتوني، انا بوصلها بطريقه يعني سلسه كده عشان تفهموها، عشان في ناس برضو اولياء امور بتبقى معلش على قدها برضو، بتحاول عايزه تفهم المعلومه صح. فانا بنت بلد زيكو نحاول اوصل المعلومه بطريقه سهله جدا. تمام. طبعا انا كنت في اصحابي كتير جدا وزمايلي في خاص في مجال الكوره كانوا عاوزين يعملوا مداخلات معايا، بس للاسف مش هعرف اعمل مداخلات طبعا عشان خاطر كميه الاتصالات بتبقى كتيره، ووقت البرنامج طبعا مش هيسمع بالاتصالات دي كلها. تمام. فبعتذر لكم. طبعا في اهداء احب اهديه، بحب اهدي الاهداء ده من داخل برنامج استوديو حياه، اعلامي صديقي العزيز الاعلامي محمد سعد، وبقول له مبروك لاخوك اسلام سعد، تم توقيعه لنادي جولدي، الف مبروك. طبعا انا ما نسيتكش اهو. تمام. وبحب برضو اهدي للاعب الجميل بتاعنا احمد الاسواني من منطقه اسوان الجميله، بلدنا السياحه الجميله بتاعتنا. تمام كده. وبحب برضو من خلال البرنامج اهني كابتن احمد فؤاد مهران اللي هو زوجي بحلول السنه الجديده، يا رب يديم علينا يا رب نعمه، ويبعد عننا كل شر، ويبعد عننا كل انسان وحش ما بيحبناش او ما بيتمنلاش الخير. دي رساله كده او برقيه تهنئه من خلال البرنامج. وبحب اهني كل اهلي وكل حبايبي، اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده علينا كلنا يا رب، ويحفظنا من كل شر. و ايه الدنيا ماشي. اعزائي المشاهدين هروح فاصل وارجعوا لنا بسرعه مع دكتور خالد عبيد. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم الفاصل، وتعالوا بقى نرحب بضيف حلقتنا النهاردة، الضيف الجميل الكابتن الدكتور والكابتن والنجم دكتور خالد عبيد، أخصائي إصابات ملاعب. صح كده. أنا بص السي في بتاعك قوي جدا. ماشي. طبعا انت نورتني وشرفتني داخل برنامج استوديو الحياة. أنا هسيب السي في بتاعك كله تقدمه للجمهور. تمام كده. بص خد راحتك واتكلم. عايزة ليه بقى السي في بتاعك انت؟ معلش نموذج مصري جميل جدا يستحق ان نلقي الضوء عليه. تسلمي. هو انا اولا اخصائي اصابات وتاهيل، كنت للنادي السماد، نادي السماد الرياضي درجه ثالثه، وحاليا اخصائي الاصابات والتاهيل لنادي النوبه الرياضي في السويس، وكنت محاضر في اكاديميه لوجيستيك اكاديمي كانت في السويس برضك، وكانت برضك كنت محاضر مع فريق اس في تي في جامعه السويس، وكنت مدرب ابطال ترايسلون وافريقيا ومنتخب مصر، ويعني شويه حاجات. نماذج مشرفه لمصر بجد والله. تسلمي يا رب. نموذج مشرف. هندخل في موضوع حلقتنا على طول. اول سؤال هساله لك، ما هي اصابات الملاعب وما انواعها في الرياضه بصفه عامه؟ اصابات الملاعب هي ملهاش صفه محدده، هي ليها مثلا
انت ممكن لحضرتك بيحصل لك الاصابات الملاعب دي ذات نفسها، ممكن الرباط الصليبي فجاه، الغضروف، في يومنا العادي ممكن الاصابات الملاعب دي يحصل ان احنا ممكن وانت ماشيه بتطلع السلم. حضرتك دكتور متخصص في كره القدم بس ولا في اصابات الملاعب في كره القدم بس ولا ولا لا لا جميع عامة؟ لا بصفه عامه، بصفه عامه، بصفه عامة. بصفه عامه يعني ممكن اللي هو السبرين انكل، الفلات فوت، عندك بردك بيحصل ان هو مثلا في التنس، في التنس الباسكت بول، في اصابات في التنس والباسكت بول وفي في الفولي بول، وعندك في كذا اصابات مش شرط كره القدم بس بيحصل فيها الاصابات. الاصابات الملاعب مش هي يعني في ملعب كره القدم بس، ممكن يحصل في اي اصابه في اي ملعب. احنا انا بوجهها ان انا او انا بشوف نفسي ان انا ما باجي اشوف حد اشوف احنا دلوقتي من واحنا انت بتكلمنا بنستعرض صور لحضرتك طبعا. جميله نموذج مشرف بجد. اتفضل. ده حضرتك لما كنت هنا في نادي الزمالك برضه كنت هناك في ماتش ودي كان مع نادي السماد مع الزمالك، مع الزمالك كان ناشئين 2002، كان في طبعا عدم وجود دكتور وكده، انا طبعا تكفلت باللعيبه اللي هناك، وانا كنت برضك في مركز التاهيل في جيم اسمه اب تاون. كان برضك المراحل العمريه او المرحله العمريه اللي عديت بيها كانت كويسه، ان انا اشوف نماذج كتير واجرب حاجات كتير. انا جالي في مره ان انا كان في حالات عندي برضك، مثلا بيبقى في مثلا بتر في القدم فبيركب طرف صناعي، فانا بحاول ان انا برضك اخليه ان انا بمرنه وبيرجع بيبقى سليم وبيقدر يمشي وبيقدر يعمل كل حاجه وبيقدر ان هو يبقى حاجه كويسه. تمام. هل اصابه اللاعب تعتمد على القوه الجسمانيه لدى اللاعب ولا سلوكه جوه الملعب؟ الاثنين القوه الجسمانيه واللعب جوه الملعب. دي المعلومة اللي أنا كنت بتكلم فيها دلوقتي قبل ما حضرتك تدخل علينا، كنت بتكلم في موضوع القوة الجسمانية والتغذية. أيوة والنوم بدري والحاجات دي عامل بتؤثر على اللعب جوه الملعب فبيحصل إصابة فورا. ده أكيد. غير اللاعب اللي هو مهتم بالتغذية بتاعته وإن هو طبعا هو ملتزم. هو بصي حضرتك هو عامل زي المثلث، المثلث التغذية والنوم والتمرين الصح. تمام. بيبقى ان انت لازم يكون عندك نوتريشن كويس ويبقى عندك الدنيا دي كويسه عندك وتريننج عندك كويس. تمام. فلازم يبقى عندك التلات حاجات زي كده. لو انت مع لو انت حاجه فقدت في الثلاثه يبقى انت فقدت المثلث بالذات في الاصابات. بس الاصابات في الملعب دي بتبقى قدريه. تمام. في فيديو برضو بنستعرضه لحضرتك على الشاشه دلوقتي. ده كان لاعب عندي في الجيم برضك، كان بيتعمل له تاهيل بدني وبعد الاصابه بعد ما خلص من الاصابه وكده، فهو بيتعمل له ان احنا هو عايز يرجع للملاعب تاني يعني بنعمل له اعداد بدني. اعداد بدني. فبيرجع ان الملعب مش نفس القوه بتاعته طبعا. يعني انا طبعا لست مدرب كره قدم، دي ولست ليا المهارات الفنيه ان انا ادي كره القدم ما فيها. بس طبعا هنا بيحصل ان هو بنعمل له الاعداد البدني الصحيح بتاعه والمجموعات بتاعته البدنيه الكويسه عشان يحصل التمرين الصح بتاعه. تمام. ازاي اللاعب يحمي نفسه من الاصابات داخل الملعب؟ يحمي نفسه ان هو يكون واخد الارتكاز بتاعه صح، يكون عنده مثلا انت بتكلم عن كره القدم، يعني يكون الارتكازات بتاعته في المكان بتاعته صح، اما العكس الاتجاهات بتاعته الالتحامات طبعا هو فوق الجامب بتاعه يعمل حاجات زي كده، فبياخد باله ازاي ان انا اخد بالي من نفسي جوه الملعب. بس جوه الملعب ان انا اخد بالي من نفسي دي صعبه شويه. صعب ان هو ان انت طبعا في كره القدم يعني بالذات ان انا في تعصب وان هو بقى عايز يكسب وكده. طبعا فبيحصل طبعا بقى الخطوره بقى في كده. طبعا بس بالذات في الدرجه اللي انا شغال فيها الدرجه الثالثه بتبقى مهمله شويه واللعيبه ما عندهاش طبعا زي فكره الممتاز وازاي ان انت بتخش التكتيك. أيوة بتاعك كده وبتعمل فعلا. هنا وبتعمل هنا فعلا. فملهاش يعني هي في خبرات في اللعيبه بس اللي ياخدوا بالهم ازاي الاصابه او ان انت مثلا انا بكون معمل لهم مثلا فتره اعداد او ديت، وبالذات في الدوري المصري
الدوري المصري بيبقى عندنا بيفاجئنا بجداول رهيبه. جداول رهيبه. لو الموسم ده نازل قرار ان لازم عربيه اسعاف تكون موجوده اللي هيخالف الكلام ده في غرامه جديده بسبب ان في الوفيات حصلت كتير. يعني انا بعمل ما بتفرج على الدوري الممتاز بره في اوروبا او حاجات زي كده، لازم طبعا ده عربيه الاسعاف لا قدر الله في بلع لسان، في كسر، في الركبه اتكسرت، في مثلا القصبه السمانه اتكسرت، كل الحاجات دي. انا لسه كنت هقول لك في السؤال ده، كنت هقول لك ايه هي اخطر اصابه قابلتك جوه الملعب او ان انت مثلا مش قادر تنساها في وقت شغلي حاليا في اللي مريت بيه في شغلي لغايه دلوقتي. كان عندي لاعب في نادي السمات هو اسمه عشري. فكان حصل ان هو عنده كان هيبلع لسانه. تمام. دي طبعا انا ممكن دي كانت جامده. موضوع وكان في ماتش بردك مع السماد وغزل دمياط. ثواني بس عشان برضو غزل دمياط. تمام. كان في عنا ماتش كان عامل زي ضحايا الحرب كده، كان اللي يطلع جامب فوق يعمل له فتح في الدماغ وحاجات. انا ده الماتشين دول بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. طبعا احنا عندنا وقت البرنامج قرب ينتهي، بس في فكره كده انا عاملاها كلام من القلب، معلش انت طبعا اتاخرت علينا. ولا يهمك. من خلال البرنامج تقول لي مين دلوقتي انا بحبك؟ اقول لوالدتي اول حاجه ان انا بحبها جدا، وبقول لاخواتي، وبقول لجميع الاجهزه اللي انا الفنيه ان انا طلعت معاها وقعدت خدمت معاها ان انا ثواني ثواني تمام ان انا خدمت معاها، وفعلا انا بحبهم جدا، وعمري ما تعاليت على كابتن من الكباتن، او ان انا فعلا بسمع كلام المدير الفني او اي حد يضيف لي حاجه في شغلي انا بسمع كلامه جدا. طبعا هني الشعب المصري بقى، اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله هتبقى ضيف دائم للبرنامج باذن الله. الله كل سنه وانتم طيبين، وباذن الله يعود على بصحه وسلامه على الشعب المصري كله. والف شكر جدا يعني ان انا كنت في استضافه حضرتك. تمام. في نهايه البرنامج بحب اشكر كل جمهورنا وكل متابعينا، وطبعا انتظرون في الحلقه القادمه باذن الله مع ضيف جديد وحكايه جديده من داخل برنامج استوديو الحياه. كان معكم هاجر مهرب.